مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. في وقتنا الحاضر انشغلت النساء عن الأولاد بالوظائف بالأعمال بالرفاهية، فصارت تكل أولادها إلى المربيات أو إلى دور الحضانة أو غير ذلك ممن لا يشفق عليهم ولا يرحمهم ولا يعبأ بهم. كيف أضاع الوالدين أولادهما من التربية وطرحاه على غيرهما من الخديمين والخديمات والمربين والمربيات، ثم يرجون بعد ذلك منهم البر، وقد نشأ الولدان وهم لا يعرفون آباءهم، يعرفون المربية والمربي ودور الحضانة ولا يعرفون آباءهم، فكيف يبرون بهم وهم لا يعرفونهم؟ تنبهوا لهذا وفقكم الله.